اسمه الأجندة الوطنية كموضوع آخر. والأجندة الوطنية تحدثت عن كافة القطاعات، تحدثت عن البيئة، تحدثت عن الزراعة والسياحة وكل شيء أبدا، لكن هل خرج منها سياسات ومن ثم استراتيجيات في قطاع المياه؟ نعم، وبالتالي أنا لا زال أذكر أن هناك خطة اسمها خطة الإحلال. كميات المياه الموجودة هي كميات على مدى التاريخ في الأردن تقريبا ما نستفيد منه بحدود المليار متر مكعب، الهطول المطري بمعدل 11 تقريبا بين 10 و 11. هناك ما يقول السدود، عدد السدود الموجودة في الأردن سواء سدود كما تعلمون سد الملك طارق وسد الوحدة و عدد السدود الموجودة بالإضافة إلى السدود والحفائر الصحراوية، احنا بنسميها حفائر لأنها بتكون عبارة عن 20-30 متر، من كميات الجريان السطحي وزارة المياه تستطيع أن تجمع 60% من الجريان السطحي، هذه نسبة غير موجودة في كثير من دول العالم. السبب فيه أن معدل هطول الأمطار عندنا فقط بحدود 36 يوم. جزء من بعض هذه الأيام تكون كميات المياه عبارة عن مليمترات بسيطة، بل كاد إنها فقط تبلل أول 2-3 سنتيمتر، لا تذهب لا للمياه الجوفية ولا يكون هنالك جريان، فبالتالي تذهب للتبخر، ف 90% متبخر. أي أن كمية المياه الموجودة في الأردن كانت على مدى التاريخ عبارة عن يعني بمعدلها مليار متر مكعب، لما قلنا 2 مليون كانت تكفينا لما في ذلك الحبوب. أما الآن فموضوع الأمن الغذائي اللي نحكي فيه إذا نتكلم عن الحبوب فهو غير ممكن على الإطلاق حتى في الدي سي، لأنه طن القمح أنا يعني الأرقام اللي اطلع عليها تفيدني بالموضوع، بعتقد إنه طن القمح بده ياخذ 500 ما لا يقل عن 500 متر مكعب من المياه للدنم. 800 نعم. طيب يعني لا بس تولدوا أرخص بكثير، فبالتالي إحنا الحبوب إذا بنتكلم في الأردن عن الحبوب لا يوجد عندنا مياه لا سطحية ولا جوفية على الإطلاق ممكن أن نحكي فيها بحبوب سواء كانت قمح أو كانت شعير أو كانت ذرة. أما ما دون ذلك فنعم، فبالتالي هون يعطي دور وزارة الزراعة والنقابة وبعض المؤسسات إنه إحنا نبطل نحكي في جوز وقمح وشعير، نحكي في المنتجات الأخرى بطبيعة الأخبار لها قيمة عالية جدا تصدرها وتستدفعها. التمر المردود للمتر المكعب الواحد صافي تمر المجهول هذا اللي عمل بيكوانه بين 6-8 دنانير المردود الصافي، وعندما نتكلم عن كلفة المياه بثمانية فلسات للمزارعين إلى 15 فلس للفئة الثانية وأقصاها 35 عمرها ما يكون الصحة. عندما نتكلم عن رفع هذه الكلفة فلسين أو ثلاثة فقط لكي نقوم بعملية صيانة الشبكات الزراعية يكون هنالك معارض من قبل كافة من هو مسؤول عن الزراعة سواء وزارة الزراعة أو النقابة المهندسين الزراعيين ولا مزارعين على أي حال. بس حبيت أذكر في بعض الشغلات أن هنالك أخ جانب أن يكون هنالك أرقام يتحدث عنها، هل هي بالفعل تعادل المياه من الناتج المحلي؟ لا، أنا بحكي لك غير مباشر بالضبط، بس لكن خلينا نحكي غير مباشر لأنه يعني عن الأيدي العام، للأسف يعني قطاع الزراعة يساهم في حل جزء من الأيدي يعني مشكلة العمالة في جمهورية مصر العربية بالتالي يعني في حيره بعض الجو لانه يمكن تنهي انا زي ما بدي لا خلينا نسمع بالبقيه بس انا يمكن راح لي بعض الملاحظات برضه على اليه معين خليها للاخر برضه في الموضوع ترجع بعد حنيجي لما بعدين حنرجع بعد شو صار نسيتنا المعين لا بدك اخذ كلام أنا بدي أغلط مع ستات شوي عشان بعدين لازم تبقي فيهم أصلا ست دي متين. شكرا أخ كرم. أنا حقيقة أن موضوع زراعة موضوع هام جدا للأسف الشديد لا نأخذه بعين الاعتبار بالرغم من أن الأردن هو عبارة عن بلد زراعي، بلد زراعي لا يوجد فيه زراعة، ماذا نحن؟ أي تحت كتجري إحنا موجودين؟ لا صناعة بدنا نصنع لأن تكلفة الصناعة
أفضل نستورد، والزراعة بدناش نزرع لأنه التكلفة أكثر وبالتالي أفضل نستورد. يعني للأسف الشديد نحن نفتقد إلى التحفيز، التحفيز والحماس غير موجودين على الإطلاق، لا موجودين عند النساء خارج السلطة التنفيذية أو خارج السلطة التشريعية، ولا في السلطة التنفيذية ولا في السلطة التشريعية. تكلمت الحقيقة أنني أتفق مع الجميع بأننا نحتاج إلى مقدمة ولا مزيد من الإحصائيات حتى نضع كثير من النقاط على الحروف. وضعت ثانون في الخطر، والخطر إجابة أو سلبا، يعني ممكن أن نستفيد من المياه، ممكن أن نستفيد من الإنسان، ممكن أن نستفيد من الأرض، ولكن هذه الأمور خارج عن نطاق وزارة الزراعة. كيف تستطيع وزارة الزراعة أن تجير هذه العوامل الثلاثة حتى تستطيع أن تتقدم بالزراعة إلى الأمام؟ لا أريد أن أتكلم أعيد نفسي وأشتر ما قاله الأخوان، لكن أود أن أركز على نقطة هامة لم تأخذها بعين الاعتبار، ويا حبذا أخذها بعين الاعتبار والتوجه بها سواء إلى وزارة الزراعة أو إلى المزارعين في الأخبار وفي كل مكان، ألا وهي أن يأخذوا بعين الاعتبار صحة الإنسان. نتغنى بصحة الإنسان ونقول بأن الإنسان أغلى ما نملك. كيف هذا؟ والمبيدات الحشرية ومستوى الهرمونات الموجودة في الزراعة، يا جماعة الخير لا بد من وضع مقاييس، ولا بد من وضع معايير، ولا بد من سيادة القانون والمواصفات وتطبيقها على أرض الواقع. سيادة القانون المتراجع في كل مكان بما فيها حتى في القطاع الزراعي. برأيك من هو المسؤول الأول في تراجع الزراعة عندنا في الأردن، وبخاصة أننا كنا نزرع القمح وتقولون بأنها تكلفة القمح وكنا متقدمين زراعية؟ لماذا تراجعنا؟ هل هي الأرض؟ هل هي المياه للإنسان؟ هم السياسات التي هي من صنع الإنسان والاستراتيجيات التي هي تملأ كافة الوزارات ولا يتم تطبيقها على أرض الواقع؟ شكرا. فوز. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بالجميع. شكرا لسيادة الدكتور محمود الغني على ما أتحفنا، ويعني شعور يعني كمان إنه ليش نتشائم، خلينا نظل أمل دائما، تفائل وأمل تجدد. بس حاليا لما تحس